ان الكل يقف يستنى على كورته، يعكس الملعب جدا من لورتر ولتر هوتش لعمر طارق، ودنك جميل ساحق. يا سلام يا عمر، اسيست ولا اروع. تاني بيقول له انا شايفك، بيبصوا لبعض كده وبيبصوا، اسيست جميل جدا من ولتر. كان في تايم اوت واتكنسل هنا من النادي الاهلي تقريبا، و نقف علشان نعدل الحلقة بعد الدنك الساحق من عمر طارق. فعلا مفيش تايم اوت، الحكام كده لازم قانونية البورد مساحة والياسات. دنك، شفنا دنك جميل جدا من عمر طارق، اسيست ولا اروع من ولتر، كان تحت لوحده تماما. لسه لازم البورد يتظبط، يتحرك من مكانه. شايفين كابتن ياسر كده على الفاول شوت بيشوف القياسات ايه. نستغل التوقف أعزائي المشاهدين نكلمكم على نتائج مباراة أمس دوري مرتبط رجال. دسوق وسموحة المرتبط 47-61 لسموحة، 68-75 لفريق الرجال. طلائع الجيش والأهلي 75-18 المرتبط، 46-75 النادي الأهلي. ظهور مصر للتأمين فريق المرتبط 45-52، وفوز الظهور 75-70 فريق الأول للرجال. اليوبلس والاتحاد، فوز اتحاد مرتبط، فوز الاتحاد 10 نقاط على اليوبلس فريق الدرجة الأولى الرجال. طيران وسبورتنج 42-63 مرتبط لصالح سبورتنج، 71-68 فوز الطيران على سبورتنج في الرجال. اولمبي وجزيرة مرتبط 44-66 لصالح الجزيرة، 79-61 الرجال جزيرة. دينا القناة ومصرية للاتصالات مرتبط 45-56 للاتصالات، 55-68 للمصرية للاتصالات فوز. واخيرا وليس باخيرا اصحاب الجياد والزمالك، فوز الزمالك مرتبط 50-27 وفوز الزمالك فريق الرجال 67-51 على اصحاب الجياد. طبعا امبارح عرفنا ان نادي الطيران عمل مفاجاه جميله جدا بالفوز على نادي سبورتنج، وقبلها بيوم خسر فرق باسكت من نادي الجزيره. لسه اعزائي المشاهدين البورد
قياساته معوجة بإذن الله يتم استكمال المباراة على خير.